التعادل المنتخب الوطني بالنتيجة ديال 1-1 ما كانش ما مقبولاش ما كانش منتظرة وما مقبولاش من المنتخب المغربي بالصورة الطيبة اللي ظهر بها وخصوصا في المباراة الأولى بان بأنه راه منتخب ممتاز وسجل 3 أهداف ودار خلق فرص كثيرة ودار حلول كثيرة على عكس المباراة الفايتة كنا كنتظروا يكون مستوى أحسن. ما استغليناش فرص تحت لينا بزاف فرص كنا المباراة كنا نحسموها في 14 دقيقة ولا 15 دقيقة الأولى نحسموا المباراة. هذا أدى إلى الفريق الخصم أنه يأخذ الثقة دياله بشوية حتى فعلا أنه أخذ الثقة دياله واستطاع أنه يبدأ يهاجم المنتخب المغربي وأنه يرتب الخطوط الدفاعية دياله اللي من بعد ما بقيناش كنشوفوا فرص. يعني راه ماشي الفرق الإفريقية يعني راه بالعكس راه وصلوا لواحد المستوى ديال لا رياكسيون ولات عندهم هاد لا رياكسيون. يعني ملي تيشوفوا ريوسهم كما شفنا انه الفرص اللي اتاحت في الاول ما ربما الدخله ديال واخدين فكره انه المنتخب المغربي قوي لهذيك الدرجه اللي واخدين عليه في كاس العالم، ولكن مع الوقت بدا يتبين لهم بانه راه ماشي في هذاك المستوى، ربما ماشي في نهارهم، بداو تياخذوا الانيسياتيف. بالنسبه للو سيستيم دو جو دابا هنا غنتكلموا على جوج الحويجات، غنتكلموا على لو سيستيم دو جو اللي شافوه المغاربه كاملين في كاس العالم وهو نفسه كيتحط الان في كاس افريقيا. هو 1-4-1-4-1 في كاس العالم شفناه لانه كاين فرق قويه ومستواها عالي، ويعني اللاعبين المغاربه كانوا حاسين بانه راه منتخبات كبار، يعني حاولوا يطبقوه كما خصو يطبق. يعني ولا شفنا احنا دفاعيا راه كنا مزيانين في كاس العالم، ما يعني الفرق الكبرى وحلت معنا ما قدرتش تخترق الدفاع ديالنا لان كنا كندافعوا بكتله، على عكس في افريقيا يعني ما شفتش هذا الشيء، ما شفتش ربما لاننا حنا جايين لافريقيا خصنا نهاجموا، وهي الكرة القدم فيها جوج حويجات، فيها عندك الكرة وما عندكش الكرة. عندي الكرة شنو خصني ندير، ما عنديش الكرة شنو خصني ندير. يعني راه ما يمكنش انه واحد المهاجم انه يضيع الكره ويقدر يبقى يتسنى ولا هذا، كيف ما تنعرفوا بانه في الضياع الكره، وهذا هو نقطه التحول اللي هضرنا عليها من قبل، انه لو مومون اللي تضيع فيه البالون راه هذاك هو لو مومون لو بلو ديفيسيل، لاننا كنكونوا احنا المنتخب الوطني كنكونوا غادي نهجموا كتكون مساحات كنكونوا اون ديزيكيليبر، ملي لومومو اللي تضيع الكرة هذاك هو الوقت الحساس اللي خاص هذاك أقرب لاعب للكرة خاصو يمشي ويدير لابريسيون ويحبس، ما يخليش لا بروغريسيون دو بال، ما يخليهاش، لأنهم هما سراع كما تنعرفوا سراع، وهما ترونسمي لي بالون فير لافون رابيدمون، يمشيو بسرعة باش يمكن يباغتونا لأنهم هما عارفين كاين فراغات. وحنا بالعكس حنا ما نجحناش بهذا الشيء لان هما ملي كانوا كيهاجموا علينا حنا ما استغليناش الهجمات المرتده، حنا حاولنا نبنيو على الاطراف، وخصوصا بنينا الكره ديالنا بزاف على الجهه اليمنى اللي هو حكيمي وزياش وناحي، وهذا كان حتى هو خطا، كان خطا لاننا الا لاحظتي في المباراه وغنرجعوا المباراه بوفال في الجانب الايسر ديالو ما جاتوش كره بزاف، مما خلاه انه يكيتي البوست ديالو وتيجي لعند زياش وعند اوناحي باش يقدر يلعب معاهم هذيك المثلثات وداك الشيء، والبوست ديالو خلاه خاوي. بالعكس احنا كمنتخب مغربي الا شفنا مثلا انه عندنا البوان فور ديالنا هو الكوتي دروا، الفرق الاخرى خصنا نوهموهم، بالعكس خصنا نلعبوا كثير في الجهه اليسرى ونخليوا الجهه اليمنى فارغه، اللي يقدر مثلا ملي يكون ان غونفيرسمون دو جو لقاو مثلا زياش مرتاح، لقاو عنده مساحات وبالمؤهلات التقنيه ديالو ديال باش يدريبلي راه يقدر يدير الفرق. انا بالنسبه لي اكرد مزيان
داكشي اللي كان كيدير اللي كيديروا في الانجليز والثقافه اللي عنده في الانجليز و في لا بروغريسيون دو بال من الغارديان دو بوت كيفاش نبني وكيفاش نديروا الحمد لله كان في المستوى. انا عندي بتيت رومارك بالنسبه للسيس لانه كان لا بليبار دو طون ملي تجي البالون تيلعب ديريكتومون القدام بالعكس حنا كمنتخب ولا كجامعه مغربيه لا دي تي ان ديال لا فيدراسيون استورات واحد ان ستيل دو جو اللي خرجاته المدارس الكرويه في المغرب اللي هو البناء الهجمه من عند الحارس للمرمى البناء يعني ما نخرجوش في كره طويله ممكن نخرجوا في كره طويله ولكن الا كانت مساحات في الظهر ديال الخصم مخليها الخصم وحنا عندنا لاعبين اللي سراع اللي نقدروا نلعبوا في الظهر ولا لعبوا على النصيري اللي عنده لا ديتونس يقدر يديفي الزياش ولا يديفي البوفال فهمت حنا الا غنلعبوا كره طويله غنلعبوها على واحد الهدف اللي حنا عارفينه فهمتيني يعني يا اما كاينه مساحه غنستغلوا الظهر يا اما غنستغلوا الطول ديال النصيري ولا ديتون ديالو باش يديفي اللي غيطيحها مورا لا ديفونس ونمشيو نهاجموا ولكن احنا ملي تنشوفوا الفريق الخصم يعني مركز وواقف مزيان علاش غادي نلعبوا كره طويله نلعبوا كورتنا وحنا شفنا هذه المثلثات هذه شفناها في مع زياش مع حكيمي مع اوناحي في واحد المساحه اللي هي صغيره وقدروا يخرجوها بضربه جوج خرجت الكره انا ما فهمتش علاش المنتخب المغربي ما بقاش كيعاودها في المحطات الاخرين من غير الكوتي دروا يعني ملي كتخرج في الميليو خاصو يكون عاون ثاني مثلثات اوني با بريسي المقابله الماجيه ان شاء الله هي صعيبه بهاد المعطى اللي شفتو بهاد الاسلوب اللي نهجناه في هاد المباراه هذه ديال الكونغو الديمقراطيه خلاني انا نتخوف واحد شويه نتخوف علاش لان كنقول خاصهم يستافدوا منهم وما خاصهمش ينفعلوا انفعال الا لاحظنا ما بقاوش اللاعبين كيلعبوا بالتقنيات ديالهم يعني خرجوا على السيطره خرجوا على بزاف الحوايج بلاكس انا نبغيهم يكونوا عندهم واحد الهدوء ويديروا داكشي اللي كيطلب منهم السي وليد الركراكي وراه عندهم امكانيات باش يفوزوا ويحطوا بين قوسين دائما واحد التخوف بان راه ماشي شي فريق لي سهل المنال كنعرفوا زامبيا راه يعني والكره الافريقيه راه ما عندهاش المنطق يعني خاصهم يقلبوا على الربح ماشي على التعادل حيت الا قلبوا على التعادل تقدر الله يستر ما نتمناوهاش وتكون هزيمه وتقدر تكون ما تاهلش رساله اللي غنقول له انا يعني راه 40 مليون كتسناك باش تاهل وباش نشوفوا المنتخب الوطني كما شفناه في كاس العالم وكنتمنى انه يوصل لهم المعلومه ديال انه ما يبقاوش يتقلقوا وما يبقاوش يدوها في الحكام ما يدخلوش في مع اللاعبين الافريقيين في لي ديال ما يدخلوش معهم لانهم هما سون بلو فور سون اغريسيف ما ندخلوش وراه نقدروا مثلا الى هذوك كما قلت لك دابا انا هذوك الثنائيه ديال الضريبه جوج ودوز للميليو تمشي للكوتي الاخر وهذا اوني با بريسي باش نمشيو نماركيو نلعبوا كورتنا اللي تنعرفوا والبيت راه تيجي شوف راه بلو جو راه كتوصل البوطو ماشي غير دير لا كونسيرفاسيون راه غتوصل البوطو الا ما وصلتي مره غتوصل جوج غتوصل ثلاثه ولكن هاد لا كونسيرفاسيون راه مهمه بزاف راه عندها بزاف ديال لي زيفي عندها ايفي مونطال كيفاش مونطال هو انه الفريق الخصم ملي تتحرموا من الكره راه خصك تشوفوا راه تيدير واحد لي فور انورم راه تيدير لي فور راه فيزيكمون راه كي باش يديبلاصو ادروات اغوش وراك عارف دابا الا درنا حنا وسيطه وما كاينش ما عندنا داك اللي داخل ما عندوش الكره وكيبقى يجري باش ياخذها راه سو فاتيك و سور لو بلون مونطال راه كيتقلق و تيبدي يدير لي فوت فهمتيني و تيفقد التركيز يعني هاد لا كونسيرفاسيون دو بال راه ماشي الناس غير جاو داروا خاصك تكونسيرفي البال راه عندها ايجابيات فهمتيني و لو مومون اللي تيفقد التركيز عند الخصم
راه ساهل باش تدوزو، ساهل حيت ما كيبقاش حتى البلاسمون ديالو بلو سيستيم ولا بداك الشيء اللي ممرينهم واللي مترينين عليهم، ما تيبقاش راه تيولي اللاعب الوقفه ديالو تتولي غلط، تتولي التدخلات ديالو غلط، لي جيجمون دو بال في لي تراجيكسوار تيوليو غلط. ايوا راه نقدروا نستافدوا، يعني راه ماشي صعيب، انا نقولك ماشي صعيب ولكن كاين الحذر. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.